أكيد مكملين مشاهدينا بفقرات الصباحية، وختام مسك مع موضوع كمان حتى نتعرف على تفاصيله بهم كل الصبايا والشباب وخاصة بفصل الصيف. يا سالي أكيد زينب، يعني اليوم حلقتنا منوعة وخاصة بمجال الطب وبمجال المهارات التعليمية. وصلنا لأهم فقرة يلي رح نحكي فيها عن التغذية. ختام حلقتنا رح تكون عن مرحلة عمرية معينة يمكن بتعاني منها النساء، أو ما رح نقول تعاني منها، فينا نسميها سن الحكمة، وليس كما يشاع أو يقال هي سن اليأس. ممكن تتعرض فيها النساء بعد انقطاع الدورة لعدة عوامل تأثر عليها وتأثر على حرارة جسمها، يصير عندها مثل شي سخن شي بارد بجسمها، مثل ما بيقولوا هبات هدول القصص. فهل الغذاء ممكن يساعد على هدول القصص؟ كل هالأسئلة حتجاوبنا عليهم أخصائية التغذية أريج درويش. يسعد صباحك أريج، وأهلا وسهلا فيك. أهلا فيكم. أهلا وسهلا. يسعد صباحك يا أريج. يعني عم نحكي عن موضوع اليوم ما عاد شفنا حدا كبير، كله صغير ما شاء الله وحليان. يمكن سن الحكمة أو يعني بيعمل شوية يأس عند المرأة أنه كبرت بالعمر شئنا أم أبينا. خبرينا، في حميات غذائية هل بيتغير الاستقلاب بالجسم؟ الحرق بصير أبطأ، الأيض بصير أبطأ؟ خبرينا شو ممكن النساء بهذا العمر لما يدخلوا أنه يعملوا أشياء حتى يضلوا محافظين على الاستقلاب الصحيح والأيض الصحيح. تمام. هلا أكيد التغذية عم نشوفها نحن أنه عم تدخل بأي شيء بحياتنا، عم بتأثر تغذيتنا علينا من نحن وصغار لحتى نصير بعمر كبير. فالتغذية أول شيء إلى دور كتير كبير بأنه إذا تحمينا أو تعملنا وقاية من الإصابة بكتير من الأمراض، وفي حال أصبنا بأي مرض فهي إلى دور كتير كبير بتخفيف الأعراض. فنحن هون بهي الحالة ما عم نحكي عن مرض، بس عم نحكي عن مرحلة عمرية معينة في أعراض مزعجة بتعاني منها المرأة بعمر معين. نعم. فأكيد التغذية إلى دور كتير كبير بأنه هي تخفف من هاي الأعراض، وكل ما كانت تغذيتنا صحيحة وسليمة. نعم. كل ما خفت هاي الأعراض اللي بتعاني منها المرأة. نعم. حلو أريج، يعني يمكن في خلينا نقول شغلات ممكن تساعدها للمرأة حتى بتعديل المزاج. تماما. يعني فهي انت رح تحكي لنا كيف هي تعدل مزاجها، يمكن بتمر بمرحلة تكتئب فيها. صح. ما رح نقول تيأس، نحن ما لنا مع اليأس، ولكن يعني نحن بعمر صغير متعرض لكآبة. كيف الأنثى يمكن يلي بتقول إنه هي تجاوزت مرحلة عمرية انقطعت البريود عندها أو الدورة عندها، فهون كيف تعدل مزاجها؟ تمام. هلا هي الدورة في إلها كثير أعراض، ومن أهم إنه ممكن تعملنا الصداع وتغيرات مزاجية فجائية. طبعا هذا كثير بتعاني منه المرأة بسن معين. فنحن في عنا أغذية بتساعدنا على رفع هرمون السعادة أو الدوبامين بالجسم، لازم المرأة تقريبا تتناولها بشكل يومي، من أهم الموز وال الشوكولا بكل انواعها، كمان ترفع هرمون الدوبامين بشكل كتير عالي، البيتزا والملوخيه. فنحن عندنا تشكيله منوعه حلو اكل ما بتسمن بكميات محدده. اكيد نحن عم نحكي هون حلو. طبعا في مشاكل ثانيه كمان بتعاني منها كتير، من اهمها زياده الوزن وتراكم الدهون خاصه بمنطقه البطن. هلا رح نعرف ليش بتتراكم اكثر شيء بمنطقه البطن. كمان بتعاني مثل ما قلنا من الصداع والتغيرات الفجائيه اللي كتير كبيره، بتعاني من بطء بالاستقلاب بنسبه كتير عاليه، وبطء بحرق السعرات الحراريه. فملاحظ انه كمان في زياده بالوزن، وبتعاني من هشاشه بالعظام. دائما بهذا العمر بصير في عندنا هشاشه بالعظام وتعرض للكسور اكثر. فهلا حنحكي شوي بالتفصيل عن كل مشكله ليش بتعاني منها وكيف حنقدر نحلها. طيب خلينا نبلش لك عم بالمشاكل، ليه بتتراكم الدهون بمنطقه البطن؟ ليه بيزيد الوزن؟ ليش بصير في تخفيف الوزن بصير اصعب للنساء؟ ليش عندهم هشاشه عظام؟ يعني بيقولوا الكسر بهذا الوقت كثير صعب لهم. صح. هلا اول شيء هي اكثر مشكله بتعاني منها، ملاحظ انه بسن معين بيصير في عندهم زياده بالوزن بشكل كثير كبير، وتحديدا بمنطقه البطن. هلا السبب الاساسي هو نقص هرمون الاستروجين يلي هو هرمون الانوثه بالجسم. لما بصير في عندنا نقص بهرمون الاستروجين بالجسم او نقص بافرازه، فبصير الجسم بيدور على اي عضو ثاني يقدر يفرز الانسولين، فما بيلاقي الا الخلايا الدهنيه. الخلايا الدهنيه لها دور كثير كبير بانه تفرز الانسولين، وبتقدر الاستروجين، وبتقدر ترفع من مستوى الاستروجين بالجسم. فهي الجسم لما بصير في عنا عم يفرز الخلايا الدهنية، الاستروجين بصير بخبي الخلايا الدهنية أكثر ليحافظ على معدل إفراز الاستروجين بشكل أكبر أو لمدة أطول. تماما. فبصير جسمنا بخزن هاي الخلايا الدهنية أكثر، فبصير الحرق عنا أصعب. يوم عن يوم بنلاقي إنه بصير الحرق أبطأ. طبعا هو العمر بيأثر بس 5% على معدل حرق الدهون، يعني نحن ما فينا نلوم الوزن أو العمر بشكل كامل على زيادة الوزن، في عنا تأثير 5%. هلا هون في عنا شوية نصائح لازم نلتزم فيها. أهم هي النصائح، أول شيء إنه نحن نخفف
السعرات الحرارية بمعدل 500 سعرة بالأسبوع. نعم. طبعا هاي كمان لازم تكون تحت إشراف أخصائي يقدر يعرف شو لازم نخفف وشو لازم نزيد. الفكرة الثانية واللي كتير بتساعدنا هي ممارسة الرياضة، ويفضل أنه ما تقل عن 45 دقيقة خمس مرات بالأسبوع تقريبا. حلو. إذا ما كانت نوع من الرياضة بنادي أو أي نوع من الأيروبيك فينا نحن نمشي، يعني حتى المشي بيرفع الكتلة العضلية بالجسم، فهو عم يرفع لنا نسبة الحرق بجسمنا. والشيء الثالث أنه نحن لازم نركز على الدهون الصحية. هلأ ممكن شوي صعب أنه نحن ناخدها من مواد غذائية بسبب الغلاء الموجود مثل الجوز أو اللوز أو الأفوكا، هاي صعبة هلأ ناخدها، فنحن بدنا نعتمد على الزيوت أكثر مثل زيت الزيتون اللي نحن عنصر أساسي بمطبخنا الشرقي، فنحن ممكن نضيفه دائما بشكل متكرر لكل الأكلات ولكن بكميات معتدلة كمان. نعم. فهون نحن بنقدر بناخد دهون صحية وأوميجا 3 فنرفع هرمون الأستروجين بجسمنا. نعم أكيد أريج. يعني كمان خبرينا اليوم كيف هي المرأة بهذا الوقت، هي ممكن بيجي على بالها كتير من الحلو وكتير من هي بسبب الاكتئاب اللي بيصيبها، بس كيف فينا نرفع لحالتها النفسية بالإضافة لهذا الشيء أنه تاكل كل شيء بس ما أنه يزيد وزنها؟ تمام. هلا نحكي شوي عن السكريات هون بدورها بالحاله المزاجيه. هلا نحن دائما لما هلا هي حاله نفسيه اكثر ما هي حاله مرضيه او هضميه، فنحن لما بيكون في عندنا حاله من الاكتئاب او اي شيء بنلجا لاكل السكر. هلا الفكره هون انه السكر حيرفع لنا مستوى السعاده او الدوبامين بجسمنا بسرعه كثير عاليه، بس بنفس السرعه اللي بيرفعها هو حينزلها، فنحن وقتها بنفهم هي الدائره المغلقه اللي نحن عم ندور فيها، ممكن نحن نستبدل السكريات السريعه بالفواكه او بنوع من انواع الخضروات، او حتى ممكن نحن يعني شغلات كتير بسيطه، ممكن انت تسمعي اغنيه بتحبيها يتغير كل مزاجك، تطلعي تمشي نص ساعه يتغير كمان كل مزاجك، فنحن شوي بس نبعد عن تناول السكريات السريعه مثل الحلويات مثل الشوكولا بكميات كبيره او السكر الابيض. تماما. بدنا نحاول ناخذها بس بكميات بسيطه مو بكميات كتيره، لانه هي حترجع نطلب سكر اكثر كل مره، كل ما اخذنا حتكون الكميه اللي حنطلبها بالمره الثانيه هي اكثر، فبدنا نحاول شوي نضبط السكريات. وكمان السكريات اللي بناخذها بكميات عالية إلى الدور بالهبات السخنة يلي بتعاني منها المرأة وجدا مزعجة، وخاصة بفصل الصيف بتعاني من تعرق شديد، بصير في عندها حرارة حتى أحيانا ممكن صعوبة بالتنفس. فنحن هاي أهم شيء لما منعاني من هاي القصة، أول شيء بدنا نخفف المأكولات اللي بتحتوي على الدهون بنسبة عالية، حتى اللحوم إذا كان فيها كمية دهون عالية، والسكريات والقهوة والشاي، هدول أهم أربع أغذية لازم نخفف منهم لما منعاني من الهبات السخنة. وأهم مشروب هو المريمية، يعني كوب من المريمية لما منعاني من هبة سخنة كتير بيساعدنا على ضبط هاي الحالة بالجسم. حلو. أيضا هاي معلومة جديدة زينب لكل النساء أنه يشربوا هاي العشبة المريمية. تمام. حتى هي كمان ممكن تكون كمادة مهدئة بحالات الدورة العادية للبنت. بالضبط، بتخفف الآلام وتقبضات الرحم بشكل كتير كبير. الخضار والفواكه اللي دائما نحن أو حضرتك بحلقاتنا أو فقرتنا معك دائما بتنصحي فيهم. تمام. قدي كمان ممكن يعطوا قيمة غذائية، مثلا السبانخ فيه نسبة جيدة من الحديد. بالضبط. البقدونس فيه فيتامين سي، وعدة كمان خضار ممكن المرأة بهذا السن تعطيها شوي طاقة لجسمها. تماما. وحتى الخضار الخضراء بتحتوي على نسبة كالسيوم عالية نسبيا. هلا الكالسيوم طبعا موجود أكثر بالمنتجات الحيوانية مثل البيض مثل الحليب مثل اللبن اللبني، إذا كانت معنا متوافرة فنحن فينا نستبدلها بالخضروات الخضراء. نعم. هلا لما عم نحكي عن الكالسيوم فنحن عم نحكي عن هشاشة العظام اللي قلنا إنه هي عرض جدا ممكن تعاني منه المرأة، فنحن أهم أحد الأسباب اللي بيكون وراء هشاشة العظام هو نقص الكالسيوم ونقص فيتامين د اللي كمان كثير بنعاني منه بكافة الأعمار وبكافة يعني كان جنس ذكر أو أنثى، فنحن عم نعاني من نقص فيتامين د بهي السنوات الأخيرة. فنحن أول شيء لما منبلش بفوق عمر الثلاثين أو الأربعين لازم نبلش بأخذ المكمل الغذائي اللي هو الفيتامين د بشكل مستمر ودوري، طبعا ضمن فحوصات طبية لنعرف شو العيار اللي لازم نحن ناخده، بالإضافة لأنه نحن نتناول الخضروات بشكل يومي وأساسي حتى نقدر نحن ناخذ كمية الكالسيوم اللي نحن بحاجته. نعم. نعم أريج، يعني معلومات كتير أعطيتينا إياها اليوم، ومنقول لهم لكل النساء خلينا نقول إنه العمر هو ولا شيء، يعني أكيد. الشباب بالقلب، ما في حدا صار يعني يبين عليه العمر بهذا الوقت. سالي بتمنى لهم كل الخير، وأهم شيء الحالة النفسية يكونوا بيحبوا حالهم بكل الأوقات. شكرا لك يا أريج على وجودك معنا. شكرا لكم. شكرا لك. شكرا لك أريج، ضيفتنا الدائمة. رح يكون لنا مواضيع ووقفات تانية أيضا لا نحكي تفاصيل، يمكن حضرتك عم تشيري على نقاط كتير مهمة، إن شاء الله مشاهدينا تكونوا استفادوا منها ونحن استفدنا من حضرتك. أهلا وسهلا فيك.